السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح ناخذ خوارزمية ضغط ال LZ77. إن شاء الله راح تكون الموضوع سهل لكن بس يحتاج تركيز. طبعا كتبت خطوات حل، لأنه خطوات الحل راح أقولها أثناء ما أحل هذا الإكزامبل. طبعا هذا الإكزامبل هو إكزامبل شامل لكل حالات اللي ممكن تجيب هاي الخوارزمية. فإن شاء الله نبلش الحل. بالبداية أريدك تعرف إنه عندنا الـ Search Buffer والـ Look Head Buffer، فأنت إيش راح تسوي؟ تسوي لي خط بالوسط، تمام؟ هنا أول واحد شو نسميه؟ نسميه Search buffer، وأما الجزء الآخر نسميه look ahead buffer. وطبعا الجزء الآخر اللي هو ال output، تمام، واللي هو احنا نريده هاي بحالة ال encrypt طبعا، تمام. هاي ثلاث شغلات تسوي لي اياها. زين محمد، هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا السير بفر، هذا الخوارزمية اللي خلينا نقول الاحرف اللي راح نشتغل عليها وتنضغط، هاي الاحرف الجملة كاملة. اما هاي الاوتبوت، هاي الاوتبوت اللي احنا راح نستخرجها، يعني خلينا نقول النص المشفر، تمام. فاذا انا عندي هذا النص مالتي فاكتبه اول واحد، فراح يصير سي اي B R A C A D A B R A R B R A R R A R R A D، تمام. هسه احنا ايش راح نشفر؟ اول شغله ندخل حرف السي، تمام. راح ندخل حرف شنو؟ السي. زين هنا شنو؟ ويا كل ادخال تسأل نفسك هاي الأسئلة. أولا، هل الحرف المدخل موجود بالسيرش بفر؟ إذا كان نعم عندك شغلات تسويها، وإذا كان لا عندك شغلات تسويها. وإن شاء الله هسه تدريجيا راح ناخذ إنه شو نسوي. فأنت هسه أول ملاحظة تكتبها يمك إنه تسوي الجدول. ملاحظة ثانية، تدخل اول حرف وتسال نفسك سؤال انه موجود لو لا. اذا ما موجود شو نسوي؟ اذا ما موجود مثل ما نشوف السيرش فارغ. فايش راح نسوي؟ انه نقول يابا انه تقول صفر صفر، وهاي دخلنا حرف السي، تمام. اكو مصادر تكتبها بهاي الطريقه، واكو مصادر مثل ما تشوفون انه يكتبوها بهاي الطريقة، تمام؟ كلا الطريقتين صح. إذا تقول هيج وإذا تخلي قوس فهو صح. زين، زين محمد، هذا شنو وهذا شنو وهذا شنو؟ هذا الحرف اللي إحنا دخلناه، هذا البعد، وهذا التكرار. هذين يكتبوهن يمكم أو المتشابهات، يعني تكرار يعني الحروف المشابهة. هذين إن شاء الله من ناخذ يعني كمل السؤال راح تبين عندكم. فهسه إحنا أول شيء قلنا ندخل السي، فدخلنا السي، فاكتب هنا اول شيء السي، واجي اكتب بقية الحروف اللي هو اي بقى ار اي سي اي دي اي بي ار اي ار ار اي ار ار اي دي، تمام. هسه الحرف الثاني ايش راح ندخل؟ ندخل حرف ال شنو؟ الاي. واسال روحي سؤال، يابا موجود بالسيارة؟ لا مو موجود. بما انه مو موجود شنو؟ قبل اقول له يابا انت الكود مالك صفر صفر، وانت دخلت حرف الاي. اذا ماكو قبل تقول صفر صفر، اذا ماكو، تمام. فاذا هسه صار عندنا مدخل السي والاي، ننزل بقيه الحروف اللي هو البي ار اي سي اي دي اي بي ار اي ار ار اي ار ار اي دي، تمام. هسه شنو ندخل؟ ندخل حرف البي، ونسال نفسنا السؤال، يابا موجود بالسيرش بفر؟ لا مو موجود. بما انه مو موجود نفس الطريقه، ايضا اقول صفر صفر شو اسمه حرف البي، نجي
هسه خلينا دخلنا السي اي صار البي ايضا، هسه ندخل الار اي سي اي دي اي بي ار اي ار ار اي ار ار اي دي. حلو، هسه ندخل حرف الار. يابا حرف الار انت موجود مو موجود؟ فقبل اجي اكتبه سي اي بي ار، قبل اقول يابا انت صفر صفر شنو الار هاي مالتي. تمام، هسه صارت الامور واضحة زين. هسه راح نجي اكتب بقية النص اي سي اي دي اي بي ار اي ار ار اي ار ار اي دي. حلو، هذا اللي بقى من النص. هسه شنو اجي نفس الشغل اي يابا ندخله، واجي اسال روحي سؤال يابا اذا هسه احنا قلنا الملاحظة الاولى نكتب الجدول او نرتب الجدول، ثانيا ندخل الحروف بالتسلسل من الجهة شنو اكيد مو اليمين اليسار. ثالثا الف اذا لم يكون الحرف المدخل موجود في السيرج بافر فشنو فنضع الحرف في السيرج ونعطي output له الآتي اللي هو صفر صفر وناتخلي الحرف يعني الحرف اللي دخلته. تمام زين باء او اي الف باء زين. اذا كان موجود حس مثلا حرف الاي اجي ادخله يابا موجود ايه هياته ايش راح اسوي هنا؟ راح اول شغله شو تسوي؟ تاخذ الحرف الاي واللي بعده، تاخذ حرف الاي واللي بعده، يعني كانما انت راح تدخل سي. تمام، بس تجي للاي تسال نفسك سؤال تقول يابا حرف الاي انت موجود؟ اي موجود. زين، ايش كم مره اي اكو؟ واحد. اذا عدد الحروف المشابهه هو واحد، فاذا احنا قلنا اول رقم شنو البعد، ثاني رقم شنو المشابه اللي هو حرف الاي. تمام، هو حرف الاي. زين البعد شنو؟ انه بعد هذا الحرف عن اللي يشبهه، فاجي احسب 1 2 3. شوف 1 2 3 تجي تحسب من بعد هذا الخط، هذا الخط تجي منها تحسب 1 2 3 والرقم هو مالته يعني مشمول، مو بس 1 2 لا، تقول 1 2 3 يعني 3 هاي البعد مالته. زين احنا ايش راح ندخل؟ ندخل السي. ليش؟ يعني مو ندخل الاي، احنا مدخل عندي. زين فاجي ادخل هنا هسه جوا فاقول يا بي سي اي بي ار اي سي. هسه ذن اثنين دخلن سوا. تمام، دخلن شنو؟ دخلن سوا. بما انه مشابه تروح للحرف الاخ تاخذه. زين هسه تنزل بقيه النص اللي هو اي دي دي لو بي اي دي اي بي ار اي ار ار اي ار ار اي دي. حلو، فاذا تجي هسه ندخل حرف الاي. يا حرف الاي تسال نفسك سؤال موجود لا ما موجود؟ هنا اكتبوا حرف شو اسمه بي اذا لم يكون الحرف اذا كان الحرف متواجد في السير فناخذ الحرف المدخل والذي بعده ونحسب البعد والتكرار. هاي اكتبوها عندكم. زين من اريد ادخل حرف الاي اقول يا بسال نفس السؤال موجود؟ اي نعم موجود هنا وهنا، موجود هنا وهنا. فاذا ايش قد المشابه؟ فقبل اقول له يا المشابه 2. احنا شنو نريد ندخل؟ حرف الدي. ليش؟ ناخذ الحرف اللي بعده. زين بما ان يصير مشابه ياخذ الحرف اللي بعده. زين هسه حلو هذا 2. زين البعد زين راح تسال نفسك سؤال حتقول لي محمد انت هنا دوختني. زين هو هنا اكو اي وهنا اكو اي. زين هذا الاي لو هذا الاي راح اقول لك لا تدوخ. انت ايش راح تسوي؟ تجي تاخذ الحرف الاي واللي بعده دي. زين هنا اي دي، هنا اكو اي دي؟ لا. هنا اكو اي دي؟ لا.
فاذا شو تسوي؟ اذا كان ماكو حروف مش شابهه، يعني الحرف هذا واللي بعده اذا ما كان الشابه اللي حرف اللي بعد هذا، فاذا شو تسوي؟ تروح تاخذ الحرف الاقرب، التشابه الاقرب. زين هذا اقرب الى لو هذا، اذا احسب 1 2 وهذا 1 2 3، 1 2 3 عفوا 1 2 3 4 5، الخمسه اقرب لو الاثنين، طبعا الاثنين، فاذا تاخذ الاثنين، فهنا قبل تقول اثنين، تمام؟ اتفقنا؟ فاذا هسه تدخل الحرفين سوا، فاذا تقول سي اي دي ار اي سي اي دي. فاذا طلاب بس هنا ملاحظه، هنا راح يكون واحد، ليش؟ لانه هنا هو عدد الحروف المشابهه، هنا الحروف المشابهه راح تدخل، احنا هنا بس دخلنا حرف اي كان مشابه، دي ماكو، يعني هسه ماكو اي دي هنا، فلذلك التشابه راح يعني يكون واحد، يعني عدد الحروف المدخله. زين فهسه احنا قلنا الاي التكرار شنو؟ التكرار يعني هسه احنا هذا البعد افتهمناه، احنا قلنا الحرف المدخل، اما هذا هو عدد الحروف شنو المدخله اللي مثلا راح تكون تتطابق هنا وهنا، تمام؟ اللي راح تتطابق باللوك والسيرش بفر، تمام؟ زين نكمل الملاحظات جوا حتى انه تكتبوها. البي الملاحظه بيش تقول؟ اذا كان الحرف المدخل موجود في السيرج في هذه الحالة نأخذ الحرف الموجود وما بعده. ملاحظة احنا هسه هنا اي، تمام؟ فرضا انه احنا هسه اي دي، مو قلنا اي دي دخلناهن، فرضا الدي هم كان موجود، كان اي دي، فتاخذ اللي بعده، يعني ايش قد ما تكرر تاخذ اللي بعده، تمام؟ هاي الملاحظه خلوها ببالكم، يعني فرضا كان عندي السيرش مالتي اي دي اي بي، واحنا جينا دخلنا اي دي، تمام؟ وقلنا سي هنا، فهنا هيجي كان هذا سيرش وهذا الهيد خلينا نقول، فانا جاي ادخل الاي، اقول الاي موجود هنا وهنا. نجد دي هنا هم موجود جوادي، فهذا مشابه وهذا اثنيناته مشابه، فاذا هذين اثنيناتهم كانما نعتبرهم حرف واحد، ناخذ اللي بعدهم، تمام؟ فنقول هاي الاي دي هنا موجود، وقبل نشتغل على هاي الطريقه، تمام؟ تاخذ السي، تدخل السي هسه، زين؟ هسه راح يبين عندي بهاي الملاحظات، ما ادري ايش سبقت الامان وشرحت لكم يعني، المهم هسه هنا افتهمنا الوضعيه، فناخذ الحرف الموجود وما بعده ونقارن، شوف بعد تبصيلاتك شلون تكتب الملاحظه لروحك. انه اذا كان اكو حرفين بالسيرش مش شابهين ويا هذا الحرف المدخل، فناخذ الاقرب اذا ما كان اكو هناك تشابه بين الحرف المدخل اللي بعده، هسه مثلا هذا مو اي دي، اذا كان ماكو اي دي فتاخذ الاقرب. هسه راح ناخذ ملاحظه وافهمكم قصدي. ار اي ار ار اي ار ار اي دي، حلو. هسه انا اجي ادخل الاي، يابا الاي موجود؟ اكيد موجود هنا وهنا وهنا. زين هنا ايش راح نقول؟ راح نقول الاتي. زين يابا انت راح تجي شنو للحرف الجاي؟ اي بي. زين لو تلاحظون هنا هم اكو اي بي، تمام؟ هنا هم اكو اي بي. زين بهاي الحاله شلون؟ زين هسه راح نجي نقول الاي بي هنا هم اكو اي بي، نكمل الار هنا هم اكو اي ار، هنا اي هم اكو اي، بس هنا صار سي، فاذا لهنا نتوقف، فلهنا نتوقف، فباعوا صار التشابه ايش قد؟ 1 2 3 4 حرف، فاذا يعني التشابه صار بين هذا وهذا 4، فقبل اقول يابا انت التكرار مالتك 4. ايش راح ناخذ؟ ناخذ الحرف اللي بعده الار، الار راح يصير هنا المدخل، تمام؟ زين البعد راح تكون بعد بين هذا وبين هذا، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6 7، راح يصير 7. راح هنا تسألني، زين محمد انت هنا اي، هناك اي وهناك اي وهناك اي، ليش ما انت قلت الاقرب ذاك الملاحظة؟
هنا اقرب اذا كان ماكو تشابه، بس هنا اكو تشابه. بدنا نشوف الاي جي ورا بي، بنشوف صار بي ورا ار ورا اي، فراح تاخذ هنا الحرف اللي راح يكون متطابق اكثر ويا هذا. يعني انت اذا انا اخذت مثلا اخذت هذا اي دي، هنا شنو يعني راح تدخل بس واحد. احنا الهدف من الضغط شنو؟ الهدف من الضغط انه شنو؟ نحاول نقلل النص، نحاول نقلل النص مالتنا. فاذا انت جيت اخذت هذا، انت راح شنو؟ راح تشفر لي بس هذا، بس الاي. انا ما يفيدني هيك، انا اريد اشفر قدر المستطاع اكثر نص. فهنا صار راح اخذ 4 وهنا صار 4، فافتهمنا. فنجي راح ندخل 4، فراح نقول سي اي بي ار اي سي اي دي، راح يدخل اي بي ار اي والار، لان هذا الار هم دخلناه. تمام زين، هسه ايش بقالي بالنص؟ احنا دخلنا هذا، بقى منه بقى ار اي ار ار اي دي، هذا اللي بقالي. اجي هسه ادخل حرف الار. يابا حرف الار موجود؟ نعم موجود هنا، موجود هنا، وموجود هنا. اجي اخذ التشابه مالت اللي قز الورا ار اي، يابا ار اي موجود، ار اي موجود هنا، وار اي موجود هنا. زين اجي اخذ اللي بعده، هذا ار ار، هسه اكو ار اي ار، اكو ار اي ار، هذا لا، فاذا هذا يسقط، فاذا هذا موجود. فاذا راح اخذ هذا الاي، راح اخذ شنو؟ هذا الار عفوا، راح اخذ هذا الار. ليش؟ لانه هنا اكثر تطابقا، فراح راح اشوف هذا الار. بس تلاحظون طبعا، تلاحظون انه صار هنا هاي ملاحظة جديدة، ملاحظة. طبعا هاي الحالة فقط موجودة، وطبعا مو كل التدريسين يجيبون هاي يعني هذا التطابق، بس راح نشرحها. هنا لو نلاحظ يا حرف اكو ار، وراح نلاحظ اول حرف شنو؟ ار. فاحنا هذا كانما هيك سلايد، زين يعني كانما هيك موجود. فاذا هذا الار لو جبته هيك، ايش راح يصير؟ راح الار يصير هنا، يعني راح تستمر كانما يعني شنو؟ هذا التطابق صار ويا هذا التطابق، هذا التطابق صار ويا هذا التطابق، هذا التطابق صار ويا، تكمل تقول هذا التطابق صار شنو؟ ويا هذا التطابق الموجود هنا، الاي هذا صار تطابق ويا هذا. تمام؟ فيعني صارت الامور واضحة؟ يعني فقط بهاي الحالة انت تمشي. يعني نشوف هذا ار صار ار هنا، هذا الاي صار هنا، هذا الار صار هنا، هاي بما نكمل النص، هذا ار صار هنا، هذا ليش؟ لانه هذا النص كانما عندك بهيج ويندو، هذا لو سحبته هيج راح هذا هم يتشفر يصير بهاي الصفحة. ففقط بهاي الحاي الحالة هاي الحالة هاي الملاحظة. هاي الملاحظة دائما انتبه عليها، من تصير التشابه قريب من هذا الخط انتبه عليها، خاف اكو هيج ملاحظة، بس من يكون بعيد صعبة، بس هنا من يصير قريب من هذا الخط انتبه على هاي الملاحظة. فإذا هسه النص المشفر صار شنو؟ ار اي ار ار اي، يعني وصلنا للدي ووقفنا. تمام يعني صار 1 2 3 4، صار شنو؟ صار عندي انه 5 سلايدات دخلن، عفوا 5 حروف دخلت عندي. فاذا صار التشابه ايش قد؟ زين هسه هنا شنو؟ نجي قلنا بما انه هذا مش شابهات، فراح يكون المدخل دي. تمام فدخلنا الدي مثل ما تشوفون. زين يابا التشابه ايش قد؟ كم حرف؟ 1 2 3 4 5، منا تحسب 1 2 3 4 5، يعني هذا صار التشابه ويا هذا، هذا ويا هذا، هذا ويا هذا، هذا ويا هذا، هذا ويا هذا، فصار 5. زين البعد راح تحسب منا، فتقول 1 2 3، هاي 3. ليش؟ لانه منا بلشنا التشابه، فصار 3 5. ودي بالحالة خلصنا كل التشبيه، فمجرد هاي شيلهن وتكتبهن النص هنا. تمام هاي شيلهن خليه هنا وينتهي الحل مالتك، والاوتبوت راح يكون اللي هو هذا. فهسه ايش راح يستلم؟ يستلم هذني. تمام يستلم بهاي الطريقة تنكتب، او مثل ما قلت لكم بالطريقة هاي، بكل الحالتين هو صحيح. ادري الامور شوية صعبة عليكم، ويعني يعني هو الموضوع هيك. كل ما اريدك تفهمه انه اول شيء هاي الخوارزمية نكتب 3 جداول، جدول سيرش هيد والاوتبوت. تمام
نجي نجيب النص هذا، ندخل حرف حرف. ان كان السيرش شنو، ان كان السيرش مو موجود، يعني الحرف المدخل مو موجود، فوقوب هذا نعطيه صفر صفر الحرف اللي دخلناه. ان كان موجود ندخل الحرف واللي بعده حسب التشابه، كل ما التشابه كان اكثر كل ما كان افضل. زين، بعد ايش اخذنا ملاحظة؟ ها اخذنا ملاحظة اذا اثنين، اذا مثلا اثنين شابهن او ثلاثة او اربعة ناخذ اللي بعدهن، اربعتهن راح ناخذ الاربعة. زين، اذا هنا كان اكثر من حرف نفس هذا، فمثلا هذا الاي دي، اكو اي هنا واي هنا، ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ الاقرب في حالة ما كان اكو تشابه مثل هذا. بس هذا اربع مشابه، هنا اربع مشابه، قبل اخذ اللي اكثر تشابه، تمام؟ اكثر حروف مدخلة، تمام؟ هذا اللي اريد افهمك اياه طبعا. وملاحظة اخرى، هاي ملاحظة اللي جدا مهمة، قلت لك انه تستمر بالسلايدات، تقول هذا ثلاثة ويا الار ويا هاي، هذه ويا هاي، هاي ويا هاي، وهاي ويا هاي، وهاي ويا هاي، تمام؟ فصار انه الحروف المدخلة خمسة. زين، من يصير تشابه مثلا هنا اي بي ار اي، هسه هذا كله يشابه ويا هذا، هذا ويا هذا، تاخذ الحرف المدخل مالته اللي بعدهم يصير. وها اجي على هذا حتى افهمك، هنا يتكون من ثلاث شغلات. الشغلة الأولى البعد، البعد بينها من هذا الخط إلى أول الحرف الأول منه اللي مشابه. هسه مثلا أي دي نجي يشابه ويا هذا، لو هذا احنا قلنا الأقرب فهذا، فتقول واحد اثنين مثلا أي بي آر أي، فتجي تحسب من هذا الخط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لحد آخر حرف هذا، يعني يشابه أي ويا هذا الأي، تمام؟ زين، اما اللي بالوسط هو اكثر، يعني يمكن بداية الفيديو قريتها بشكل خطأ. هنا هذا شو اسمه، هاي الحروف اللي يتطابق من هاي الجهة، اكثر الحروف اللي تطابق من هذه الجهة، اكثر الحروف يتطابق من هذه الجهة، تمام؟ المشابهات يعني اكثر شيء راح نشفر. هسه هنا مو اربعة شفرنا ناخذ اربعة، هنا مو شفرنا خمسة نكتب خمسة، وهكذا. إن شاء الله يا رب الموضوع فهمته. مع السلامة.